يعني باقينا دقيقتين بسعود دقيقتين انا بقول نحب ايضا نبشر الاخوان اللي باع بيته فهذا تخصص لهم الان 1000 بيت تم تخصيص لهم 1000 بيت تخصيص من المجلس البلدي من المجلس تم تخصيص 1000 بيت لهم فان شاء الله الرعايه السكنيه راح تبني البيوت وتسلمها لمن باع بيته يعني نكرر نبشر اهالي لمن باع بيته ان تم تخصيص ما يقارب حوالي 1000 بيت بشكل دائم هذا البيوت ولا مؤقت لا لا بشكل دائم اللي باع بيته ممكن ان الرعايه السكنيه تخصص له بس ما راح يكون ملك ما راح يسجل وثيقه له راح يعني يسكن في مدى الحياه إيه؟ هو اسرته وحتى ورثته فيه بس ما يستملكه ما يستملكه ولا يبيعه متى يطلع عيل من عيل شلون يطلع يعني طول العمر يعني ما يقدر يبيع يعني ما نترك مجال ما بيترك هل وين مجال يسلم حق اسره ثانيه اذا طلع مثلا ما شو كيف يطلع هو العياله إيه؟ وله من بعده عياله بس ما تطلع له وثيقه بس ما تطلع له شو الفرق بالطلاق طلعوا له وثيقه وخلاص لا لما تطلع له وثيقه راح تصير بيع وشراء إيه؟ هم الان نظروا له ان هذا الشخص باع بيته بالاول ارتفعت عليه اسعار الان الاراضي والقسائم فنظرت للدوله يعني نظره هذه ابشاره لمن باع بيته طبعا نظرت للدوله انها راح تعطيه الان بيت مساحه 400 متر له مبني جاهز له يسكن فيه مدى الحياه هو واولاده وعائلته ومن بعده اولاده ونقول احنا ديرتنا ديره خير والحمد طبعا انت والله